دكتور عماري يتكلم على إدارة العمل السياسي ويتفاخرون به تقدم. خلينا نجي لإدارة العمل السياسي اللي يتفاخرون به تقدم. في الأنبار معقل تقدم تكاد لا تخلو مؤسسة تنفيذية من ملف من ملفات الفساد. تمام؟ زين. هذا محل فخر يتفاخرون به. اثنين اتساع الهوة بين أبناء المكون، وشاهدنا السيد الحلبوسي عندما كان يقف على المنصة بماذا كان ينعت خصومة من أبناء المكون. هذا عنده إدارة سياسية يتفاخرون بها. القضية الثانية التمدد على السلطة التنفيذية، هذا يتفاخرون به. محافظ الأنبار السابق يقول أني حتى نظرية نفذ ثم ناقش كنت ما أنفذها، لأن كنت بس أنفذ ما أناقش، من الحلبوسي. وأنا أريد أسأل سؤال للدكتور عمر. دكتور عمر، أنت تؤمن بالدستور؟ لو ما تؤمن بس بإجابة بنعم أو لا. أسئلتك جنابك اللي أنت قلت. لا لا لا، أنا أقول لك يؤمن بالدستور. أي يؤمن رجال يشتغل بحزب الحزب يؤمن على عينه وعلى رأسه. الدستور والمحكمة الاتحادية أخرجت السيد الحلبوسي بتهمة مخلة بالشرف. أنا ما أعرف شنو مكلبين بزعامة هو تهمته مخلة بالشرف. زين ليش ما شنو هالمكابرة هاي؟